اوكي طيب، احنا كنا بنتكلم في الانتربريتر، وقلنا الانتربريتر بيعمل تو فيزز في نفس الوقت ورا بعض يعني لكل ستيتمنت. فده ليه مميزات وليه عيوب. من مميزات الانتربريتر ان هو كروس بلاتفورم، فالكود اللي انت كتبته تقدر ترنه على ويندوز او لينكس او ماك او اي اوبريتنج سيستم. تقدر تعمل تيست وديباجنج للكود بتاعك بشكل افضل كالانتربريتر يعني. بس من عيوب ان هو ممكن يكون ابطا، لان الاكسكيوشن تايم ما بيحصلش مره واحده زي الكومبايلر في الفيز الثانيه، لا هو بيحصل في نفس الوقت اللي بيحصل في الفيز الاولى، وبالتالي الاكسكيوشن تايم للبايثون بيكون ابطا من اي لغه بتستخدم كومبايلر. من عيوب كمان الانتربريتر ان الكود اللي انت بتكتبه بيكون بابليك، فاي حد عايز يران البروجرام بتاعك او اي عايز ممكن يشوف السكريبت ويقدر يعرف الكود اللي انت كتبته الستيتمنت بتاعته عباره عن ايه. بشكل عام الاستراكشر للبروجرامينج لانجوج اللو ليفل والهاي ليفل، احنا عندنا بيكون الهاردوير اللي بنرن عليه البروجرام بتاعنا ده اللي هي اللير اللي بتكون تحت خالص. بعد كده بيكون عندنا المشين لانجوج او المشين كود اللي هو زيروز وانز، ده بيجي عن طريق الاسمبلي لانجوج. الاسمبلي لانجوج بنوصل لها بعد ما نكون عملنا الكونفرت او ترانسليت للهاي ليفل لانجوج. الهاي ليفل لانجوج دي ممكن تكون بتسبورت الاوبجكت اورينتد او لا. بعد كده اعلى حاجه لو هي بتسبورت الاوبجكت اورينتد. فلو بصينا للاستراكشر من فوق فاحنا عندنا اوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجوج، بعد كده programming language مش بيسبورت الاوبجكت اورينتد، دول كلهم يعتبروا هاي ليفل لانجوج، بيعمل لهم ترانسليشن من خلال الترانسليتور بتاعهم سواء كان كومبايلر او انتربريتر، بيتحولوا لاسمبلي لانجوج. الاسمبلي لانجوج الاسمبلر بياخدها يحولها لماشين كود او ماشين لانجوج، الماشين لانجوج هي اللي بترن على الهاردوير. فده كده الاستراكشر اللي بيحصل بيه راننج او اكزكيوشن للبروجرامز اللي احنا بنكتبها. نيجي بعد كده نتكلم في رابع بوينت اللي هي بايثون ايدنتيفايرز. الايدنتيفايرز في البايثون بنستخدمها لما نيجي نكتب في البروجرام بتاعنا variables او حاجات تانية نعرفها. خلينا في الاول نتكلم هو البايثون بروجرام عباره عن ايه. البايثون بروجرام الديفينيشن بتاعه هو عباره عن set of statements او set of instructions. كل instruction بيحصل لها execution، ممكن يكون ليها output. انتربريتور زي ما عرفنا بيجي لكل ستيتمنت بيتشيك ان السنتكس بتاعها صح والسيمانتك صح، وبعدين يعمل لها اكسكيوشن. الفايل اللي انت بتكتب فيه الكود بايثون الاكستنشن بتاعه بيكون دوت باي زي ما هو موجود في الصوره تحت هنا. ده الاكستنشن بتاع بايثون، زي ما سي بلس بلس بيكون الاكستنشن بتاعها دوت سي بي بي، فالبايثون بيكون الاكستنشن بتاع الفايل دوت باي. الايدنتيفايرز في البايثون بنستخدمها في اربع حاجات. الاربع حاجات دول هو الفاريبلز لما بنيجي نكتب اسم فاريبل، الفانكشنز لما بنيجي نكتب اسم فانكشن، الكلاسز لما بنيجي نكتب اسم كلاس، والموديولز لما بنيجي نكتب اسم موديولز، وطبعا اي اوبجكتس سواء كان فاريبلز من بريمتيف داتا تايبس او نون بريمتيف داتا تايبس. انا عرفت دلوقتي داتا تايبس في الليكتشر اللي جايه، بس يعني الفاريبلز والاوبجكتس هم يعتبروا حاجتين ريليتد لبعض. دول تقريبا الاربع حاجات الاساسيين اللي بنحتاج نعمل فيهم الطريقه اللي هقول لكم عليها دي دلوقتي. اسم الفاريبل او اسم الفانكشن او اسم الكلاس او اسم الموديول لازم يكون عباره عن الرول الثانيه اللي هي اول كاركتر فيه بيكون كابيتال او سمول او اندر سكور. بقيه الكاركترز بتكون كابيتال او سمول او اندر سكور او ديجيتس. فاحنا عندنا اسم الفاريبل، اي فاريبل بيكون عباره عن sequence of characters، يعني هنسمي variable مثلا xyz ده variable من 3 characters، هنسمي variable مثلا var فده variable من 3 characters. اول character لازم يكون يا capital يا small يا underscore، حاجه من الثلاثه دول. بقيه الكاركترز دي في الفاريبل بتكون يا capital يا small يا underscore يا digits، اي واحده منهم لكل حرف. معنى كده ان اول character في الفاريبل ما ينفعش يكون digit، هي دي الحاجه اللي ما تنفعش.
طبعا في سبيشال كاركترز تانيين زي النوت والات والهاش والدولار ساين والريمينتر، دي كلها ما تنفعش تستخدمها وانت بتعمل variables او functions او classes او modules. البوينت اللي بعد كده ان البايثون هي case sensitive. case sensitive يعني variables اللي بتكون capital مختلف عن variables اللي بتكون small. دي variables دي variables تاني. طبعا انا عندي 2 variables، واحد اسمه var واحد اسمه var، بس واحد منهم ال v capital واحد منهم ال v small، فدول كده two variables مختلفين عن بعض. ممكن واحد فيهم يكون هو integer بيشيل numbers، واحد تاني بيشيل characters او strings، فده مش معناه ان هما الاثنين زي بعض، لا. البايثون كيس سينستر الفاريبل فيها بتكون مختلفه. طبعا في بوينتس تانية بس دي يعني ما بتكونش مانداتوري قوي. وانت بتكتب اسم كلاس، اول حرف يعني الكومن ان هو يكون كابيتال في الكلاس. فلو انت بتعمل كلاس اسمه كار، فالسي المفروض يكون كابيتال، او يعني ده دي الرولز اللي بتكتب، لكن الانتربريتر مش هيعترض لو انت عملت حاجه ثانيه. الفاريبلز لما بتكون برايفت بنحط قبلها اندرسكورز في البايثون. اندرسكور واحده معناها انه مثلا برايفت، دبل اندرسكور مور برايفت. لو الفاريبل انتهى باثنين اندرسكور في اخره فده معناه ان هو سبيشال نيم موجود في اللغه، ودي هنعرفها لما ندرس اوبجكت اورينتد قدام. طيب احنا عندنا كويز دلوقتي. الكويز ده انا هدسكس معاكم فيه. عايزين نعرف الـ variables دي مين فيها valid ومين فيها مش valid. invalid identifiers و valid identifiers based على الرول اللي احنا قلناه. أول واحد مثلا يا ترى هو valid ولا مش valid؟ هل هو invalid identifier ولا valid identifier؟ اوكي اول واحد valid فعلا، لاني اول يعني اول كاركتر هو بيكون يا كابيتال يا سمول يا اندرسكور يا ديجيت. لا سوري، ديجيت ما بيكونش اول كاركتر، يا كابيتال يا سمول يا اندرسكور، وبقيه الكاركترز يا كابيتال يا سمول يا اندرسكور يا ديجيت. فالرول هنا صح. ثاني كاركتر، ثاني فاريبل valid. اوكي تمام، تاني variable valid لأني نفس الكلام برضو، أول character يا capital يا small يا underscore، وبقية ال characters يا capital يا small يا underscore يا digit. تالت variable، تالت variable مش valid. أوكي لأني هو بادئ بـ وده special character مش supported. لازم الidentifier لاسم ال variable أو ال function أو ال module أو ال class يكون يا capital يا small يا underscore، وبقية الكاركترز كابيتال او سمول اندرسكور او ديجيت. رابع واحد valid ولا لا؟ var 1 ليه مش valid؟ رابع واحد valid. رابع واحد valid لان اول كاركتر هو كابيتال او سمول او اندرسكور. بقية الكاركترز belong to capital أو small أو underscore أو digit، وبالتالي هو valid. طيب خامس واحد variable عبارة عن underscore بس، ده valid ولا لأ؟ لو أنا عملت variable بالشكل ده كده خلينا نشوف الرول. هو ال variable ده مفهوش بقية characters، فهو أول character بس. أول character في ال variable بيكون يا capital يا small يا underscore، فده underscore وبالتالي هو valid. حد عنده سؤال في البوينت دي؟ اوكي تمام. طيب say this variable underscore var2 ده valid ولا لا؟ valid نفس الرول قلناها. طيب سابع واحد min underscore number اوكي valid. طيب كامل واحد max underscore length valid. اوكي تسع واحد two var مش valid فعلا.
هو invalid unified لأن أول كاركتر لازم يكون يا capital يا small يا underscore. طيب آخر واحد مش valid لأن ال variable ده في نص special character اللي هو remainder, وبالتالي ده ما ينفعش يكون identifier اسم variable أو اسم function أو اسم class أو اسم module. زي ما انت قلت كده فعلا بالظبط, دي الفاليد ايدنتيفايرز والانفاليد ايدنتيفايرز. بعد كده هنتكلم عن ريزيرفد ووردز. الريزيرفد ووردز في البايثون معناها الكلمات اللي عمل ديزاين للبروجرامينج لانجويج دي استخدمها, وبالتالي احنا ما نقدرش نستخدم الكي ووردز دي او الريزيرفد ووردز دي بالرغم انها ممكن تكون فاليد بيزد على الرول اللي احنا قلناها في البوينت اللي قبلها, ولكن البوينت الورد دي او ريزيرفد كيبورد دي اللي عمل البايثون استخدمها, وبالتالي احنا ما نقدرش نستخدمها. طبعا مميزات البايثون ان الكيوردز دي قليله مش كبيره زي اللغات الثانيه. كل واحده من الكيوردز دي هنتكلم عنها في التوبيك بتاعها. يعني لما نتكلم عن الكونديشنز هنتكلم عن الاف والترو والفولس, لما نتكلم عن اللوبس هنتكلم عن الفور والوايل والبريك والكونتينيو, لما نتكلم عن الفانكشنز هنتكلم عن الديف والريتيرن, لما نتكلم عن الاوبريتورز هنتكلم عن is و in و not و and و or. فبشكل عام كل واحده من دول هنتكلم عنها في التوبيك, بس الفكره ان البوينت الكي ووردز دي ما نقدرش نستخدمها لان اللي استخدم اللي عمل البايثون عمل لها ديزاين استخدموا الكي ووردز. طيب بيس على الريزيرفد ووردز اللي احنا عرفناها دلوقتي, مين في الايدنتيفايرز دي valid ومين مش valid؟ اول واحد ده احنا قلنا قبل كده ان هو كان valid, اوكي. تالت واحد ماشي, تالت واحد هو already invalid لان if هي من ناحيه الرول اللي احنا قلناها صح, ولكن مشكله اف انها كي وورد اللي عمل بايثون استخدمها, وبالتالي احنا ما نقدرش نستخدمها. طيب لو انا كتبت فاريبل اف بس الاي كابيتال, هل الفاريبل ده هيكون فاليد ولا لا؟ يعني خليناها اف اي كابيتال وبعدين اف سمول, هل الفاريبل ده فاليد؟ اه بالظبط هو فاليد لاني اف الاي كابيتال غير اف الاي سمول البايثون كيس سنسيتيف. اوكي var1 زي ما احنا قلنا قبل كده valid, underscore valid, underscore var2 valid, min number valid, maximum length valid, for valid ولا لا ولا invalid. invalid فعلا لان for هي keyword موجوده في البايثون. طيب break برضه invalid لان الكلمة break هي keyword موجودة في البايثون زي ما احنا قلنا. نيجي point 6 اللي هي lines والidentification. دي حاجة special في البايثون, من أهم الحاجات في البايثون وأنت لما تيجي تكتب script تحاول تراعيها في الكود. البايثون ما فيهاش brackets, ما فيهاش curly brackets زي لغات تانية زي C و C++. الكيرلي براكتس احنا بنحتاجهم في اربع اماكن, لما بنيجي نكتب كونديشن, ولما بنيجي نكتب لوب, ولما بنيجي نكتب فانكشن, ولما بنيجي نكتب كلاس. الاربع حاجات دول بنحتاج نعمل فيهم كيرلي براكت, بيكون عندنا زي هيدر لللوب او هيدر للفانكشن او هيدر للكونديشن او هيدر للكلاس, وبعدين بيكون البادي اللي هو جوه البلوك اوف كود ده بنحطه جوه كيرلي براكت. فالبايثون ما فيهاش كيرلي براكت بيسبورت الاربع حاجات دول, وبالتالي احنا بيكون عندنا طريقه ثانيه في البايثون, هو ان احنا بعد ما بنكتب الهيدر زي في الصوره الاولى اللي فوق دي بنحط بعدها نقطتين بالشكل ده. بعد ما نحط نقطتين البادي اللي كان المفروض يتكتب جوه الكيرلي براكت بيتكتب شيفتد عن الهيدر. يعني لو الهيدر بادئ من بدايه معينه اول اللاين بالشكل ده, فكل البلوك اللي جوه لازم يكون على نفس البدايه كلهم وشيفتد عن الهيدر بتاعهم, فيكون كل البادي اللي جوه اللوب او الكونديشن او الفانكشن او الكلاس بيكون شيفتد عن البدايه بتاعه الهيدر. تاني بلوك اوف كود عايزين نعرف هو فاليد ولا لا.
البلوك اوف كود الثاني هو مش هيكون valid لان اخر لاين في مشكله الانتربريتر مش هيقدر يحدد اخر لاين هو related للبلوك اوف كود الهيدر اللي هو معمول فوق ولا هو بره البلوك اوف كود لان لو اعتبرناه جوه البلوك اوف كود فلازم يكون على نفس بدايه كل البلوك ولو اعتبرناه بره البلوك اوف كود لازم يكون على نفس بدايه الهيدر لان هو هيكون بره الهيدر وبالتالي الانتربريتر هيبقى عنده هنا مشكله ان هو مش قادر يدينتيفاي هو اللاين ده اللي هو اخر لاين ريليتد للهيدر اللي فوق ولا هو بره الهيدر ملوش علاقه بالهيدر وبالتالي الطريقه دي انتربريتر هيجيب لك ايرور ويقول لك ان في اللاين ده مشكله في اللاين طيب عندنا تو كودز مش محتاجين نعرف دلوقتي ايه المكتوب فيهم ولكن محتاجين نعرف كل لاين الايدنتيفيكيشن بتاعه صح ولا غلط يعني هل الشيفتنج مكتوب بطريقه صحيحه ولا لا خلينا في اول واحد اللي هو ناحيه الشمال في 22 لاينز عايزين نعرف هل في لاينز منهم فيها مشكله ولا لا من ناحيه الايدنتيفيكيشن يعني اول لاين مثلا او اول 5 لاينز هل فيهم مشكله ولا كلهم valid line 1 line 5 اوكي هم فعلا valid لان كلهم على نفس البدايه مفيش واحد فيهم related للتاني وبالتالي هم كلهم بدايه واحده طيب line 6 او واضح ان line 6 ده header عرفنا منين ان هو header لان اخره في وبالتالي ده كده بدايه بلوك اوف كود هيتكتب جواه فلازم يكون كل اللي جواه شيفتد طيب اللاين 6 نهايته الهيدر ده نهايته فين قبل اللاين 11 يعني اللاين 6 بيخلص عند اللاين 10 لان البلوك اوف كود ده كله البادي بتاعه بيكون شيفتد عن لاين 6 لكن بدايه من اللاين 11 بيكون نفس بدايه لاين 6 فواضح ان ده حاجه جديده او بلوك جديد احنا عايزين دلوقتي نعرف من لاين 6 لاين 10 هل في لاين الاليتريشن بتاعه مش صحيح؟ اوكي هو فعلا مفيش مشكله في اللاين ده في البلوك ده بس الفكره ان انت ممكن كمان تعمل بلوك وتعمل جواه بلوك تاني يعني يبقى عندك هيدر وجواه هيدر زي اللي حصل في لاين 8 اللي جوه لاين 8 اللي هو لاين 9 ولاين 10 هم ريليتد للهيدر اللي هو في لاين 8 ولاين 8 و9 و10 هم ريليتد للاين 6 الهيدر اللي هو لاين 6 فده كده بلوك نستد نستد هيدرز طيب بدايه من لاين 11 ده بلوك جديد البلوك ده بيخلص فين بيخلص قبل لاين 22 عند لاين 21 عرفنا منين لان لاين 11 اخره فين وبالتالي ده كده هيدر كل اللي جواه هيكون شيفتد عند لاين 11 وبالتالي هو فعلا كل اللي جواه شيفتد عند لاين 11 طيب هل من لاين 11 لحد لاين 21 في اي مشكله في الايدنتيفيكيشن بتاعه لاين 20 ولاين 21 لاين 20 هو واضح ان احنا عندنا هيدر في لاين 11 وبعدين الهيدر ده البادي اللي جواه في لاين 14 في هيدر جديد الهيدر اللي في لاين 14 بيخلص عند لاين 15 يعني لاين 16 نفس بدايه لاين 14 الاثنين ليهم نفس البدايه وبالتالي دول تو هيدرز مختلفين لاين 14 ولاين 16 فاحنا كده عندنا الهيدر اللي في 11 جواه ستيتمنت 12 وستيتمنت 13 وستيتمنت 14 ستيتمنت 14 دي ريليتد ليها 15 اوكي 16 ده بدايه هيدر جديد طيب الهيدر ده البلوك بتاعه بيكون من 16 لحد 21 فكل اللي جوه 16 من 17 لحد 21 شيفتد عن 16
17 هو هيدر. البلوك اللي جواه مين؟ البلوك اللي جواه 18 و 19 فدول شيفتد ريليتد للهيدر اللي في 17. واضح ان 20 مش ريليتد ل 17 لان ليهم نفس البدايه، لكن 20 ريليتد ل 16 الهيدر اللي هو عند 16 لان هو شيفتد عن 16 بس. لاين 20 ولاين 21 هم مش ريليتد للهيدر اللي في 17 لكن هم ريليتد للهيدر اللي في 16. وطبعا من 16 لحد 21 البلوك ده كله ريليتد للهيدر اللي هو في 11 وبالتالي الكود ده صح. اوكي طيب بشكل سريع الكود الثاني، هل في لاين في مشكله؟ تسعة وعشرة. طيب خلينا نشوف تسعة وعشرة. تسعة وعشرة واضح ان هما شيفتد عن الهيدر بتاعهم اللي هو 8. طيب 8 هو هيدر جوه هيدر في 6. اوكي الشيفتنج ملوش سايز معين، يعني انت ممكن تعمل شيفتنج 1 سبيس 2 سبيسز 3 سبيسز 4 لحد 8 سبيسز ايا كان العدد 9 10 ايا كان. لكن هي الرول الوحيده ان لازم تكون السبيس كلها قد بعض، فايا كان عددهم قد ايه لازم يكونوا كلهم على نفس البدايه وبالتالي اللاين 9 و10 صح، يعني هم شيفتد عن الهيدر بتاعهم اللي هو في لاين 8. وات ايفر بقى الشيفتنج ده تاب او تو تابس او ايا كان نمبر اوف تابس اللي هيحصل فيه. فحد لاين 9 و10 لا اوكي. طيب بدايه من لاين 11 في حد شايف مشكله؟ اوكي تمام، هو فعلا بلوك من 11 لحد الاخر مفيش فيه مشكله. انواع الايرورز اللي ممكن تظهر لك وانت بتكتب سكريبت بايثون هم مينلي ثلاث انواع: سينتاكس ايرور، سيمانتيك ايرور، ران تايم ايرور. اول نوع اللي هو السينتاكس ايرور ده بيكون ايرور نتيجه ان انت كتبت كود مخالف للجرامر لللانجوج دي. يعني مثلا انت كتبت كود كتبت اف كونديشن بشكل غلط عن السنتكس بتاع الاف كونديشن، او عملت لوب مختلف عن الشكل للوب، او عملت فانكشن مش زي الجرامر لللانجوج ما بينه. ده اكزامبل بسيط، احنا هنا عملنا برنت هلو وورلد، بس المشكله ان احنا السنجل كوتيشن اللي فتحناها ما قفلناهاش وبالتالي ده كده سنتكس ايرور. الايرور هيطلع لنا هيكون نوع سنتكس ايرور وهيقول لنا ايه هو الايرور. ده اول نوع، ده بيظهر ممكن في الشيفتنج لما بنيجي نعمل ايدنتيشن ما بنسيبش سبيسز بشكل متساوي. دي ايرورز مشهوره في الاول سنتكس ايرورز. تاني ايرور اللي هو الران تايم ايرور. الران تايم ايرور ما بيحصلش في الفيز الاولانيه اللي هي السنتكس والسيمانتك، بيحصل في الفيز الثانيه الفيز بتاعت الرننج. لو انا جيت قلت 5 على 0 السنتكس بتاع الستيتمنت دي صح والسيمانتك صح لاني انا بقسم رقم على رقم، لكن الران تايم ايرور لما نيجي نرن في الرننج هيحصل ايرور، هيقول ان في ديفيجن على زيرو وده هيعمل انفاينايت هيعمل ران تايم ايرور لان الفاليو انفاينايت. فالايرور ده ران تايم ايرور. من الران تايمز ايرور الثانيه اللي ممكن تكون موجوده لو انت بتريد فايل وكتبت باث بس الباث ده مش فاليد او مش موجود في الدايركتوري اللي انت كاتبه، فده كسينتكس وكسيمانتك صح، انت كتبت فعلا باث كتبته كسنتك صح وكتبته كسيمانتك صح string، ولكن في الران تايم هيحصل ايرور ان الباث ده ممكن ما يكونش موجود للفايل ده، فده يعتبر برضه ران تايم ايرور. ثالث ايرور اللي هو السيمانتك ايرور. السيمانتك ايرور لو احنا قلنا هلو بلس 3، هلو بلس 3 كسنتك صح عندك حاجه بلس اوبريتور وحاجه ثانيه، لكن السيمانتك او المينينج بتاعها غلط، يعني ما ينفعش نجمع ما بين
string ما بين integer او ما بين string وما بين number. فده السيمانتيك او المينينج غلط. من الاكزامبلز الثانيه اللي ممكن تكون موجوده في بروجرامينج لانجويج ثانيه، لو احنا بنعمل variable بدا تايب معينه وبنassign فيه value من ده تايب ثانيه، يعني عملنا variable مثلا نوع integer وبنassign فيه value نوعها مش integer، value مثلا string او character او اي حاجه ثانيه، فده كسينتاكس ممكن يكون صح لكن كسيمانتيك غلط، وبالتالي هيطلع ايرور سيمانتيك ايرور. دول اشهر ثلاث انواع ايرورز ممكن تطلع لك وانت بتكتب كود بايثون: سينتاكس ايرور وسيمانتيك ايرور وران تايم ايرور. نيجي لبوينت 7 معانا، المالتي لاين ستيتمنتس. في فرق ما بين اللاين والستيتمنت. الفرق ما بين اللاين والستيتمنت ان اللاين ده بالنسبه لنا احنا كهيومنز، لكن الستيتمنت ده بالنسبه للانتربريتر او بالنسبه للترانسليتور. يعني الترانسليتور بيقسم السكريبت او الكود لستيتمنتس مش لاينز، لكن احنا لما بنشوف الكود بنشوفه على انه لاينز. فلو احنا عندنا مثلا الستيتمنت دي اللي هي day is equal sunday monday tuesday and so on، فدي بالنسبة لنا مكتوبة على 3 lines، لكن دي بالنسبة للانتربريتر هي statement واحدة. ليه بيعتبرها statement واحدة؟ لأني مدام فتحنا البراكت فهو بيستنى يشوف البراكت قفل فين، وده بالنسبة له كله statement واحدة. طبعا لو عملنا print الـ variable ده هتطلع الـ value بتاعته بالشكل ده. لكن اللي أنا عايز أقوله هنا أن الـ assignation اللي حصل للـ values الـ days ده، ده بالنسبة لنا احنا 3 lines، لكن هو بالنسبة للانتربريتر statement واحدة. طبعا الانتربريتر هنا مش هيعترض على الاسينيشن لان هو شاف الاوبن براكت، فلما يلاقي الكلوز براكت هيعتبر ان ده كله statement واحدة، فمش هتحصل مشكلة. تاني حاجة سكريبت بالشكل ده. لو احنا عندنا variable اسمه first name first number حطينا فيه 5، second number حطينا فيه 7، third number حطينا فيه 1، fourth number حطينا فيه 2، وهنا قلنا total equal first number plus second number plus third number plus fourth number plus 10 plus 100. بس ما عرفناش نكتب الستيتمنت دي في لاين واحد، ما عايزين نكتبها على اكتر من لاين. لو انت بعد اللاين جيت في اخره عملت سلاش بالشكل اللي موجود ده في الكود، الانتربريتر هيفهم ان اللاين لسه ما خلصش، وان اللي هيجي في اللاين اللي بعده هو لسه نفس الستيتمنت اللي احنا فيها. فبعد second number لما قلنا plus وبعدين حطينا slash، هيفهم كده ان اللي هيجي بعد السلاش ده هيحطه مكان السلاش بعد second number plus، فهيبقى first number plus second number plus ويحط هو third number وبعد كده plus fourth number plus وبعد كده slash. slash معناها اللي هيجي في اللاين اللي بعدي هو لسه نفس الستيتمنت اللي انا فيها، فيحط بعد كده 10 100. فلو جينا بعد كده عملنا print total هيطلع ان الاجابه summation الفاليوز دي كلها. طبعا الاوريتيشن هنا ما فيش فيه مشكله لان ده بالنسبه له كله ستيتمنت واحده، بس هي مكتوبه على اكتر من لاين. السكريبت ده بالنسبه لنا احنا 2 lines، لكن بالنسبه للانتربريتر هم 6 statements. اول statement بنعمل assign لفاريبل 1، وتاني statement بنعمل assign لفاريبل 2، وتالت statement بنعمل assign لفاريبل ب a plus b، ورابع وخامس وسادس statements احنا بنعمل print الـ A وB وC. فده بالنسبة لنا 2 lines، لكن بالنسبة للانتربريتر دول 6 statements. طبعا الـ output بتاع الـ script ده هيكون A1 B2 C B3. لحد دلوقتي في حد عنده أسئلة؟ اوكي. في حد تاني طيب عنده سؤال؟ اوكي. اخر بوينت معانا في الليكتشر دي اللي هي الكوتيشن والكومنتس. الكوتيشن والكومنتس، الكوتيشن في البايثون باختلاف لغات ثانيه السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن زي بعض. يعني لو احنا عندنا فاريبل وعايزين نحط فيه فاليو سترينج، احنا ممكن نكتبها ما بين سنجل كوتيشن وممكن نكتبها ما بين دبل كوتيشن. طبعا عندي اكس ايكوال وورد، فدي كده سترينج ممكن نكتبها ما بين سنجل كوتيشن، لو عندنا برنت الاكس هيطلع وورد. لو عندي y equal this is a statement او this is a sentence، فدي برضه string
بس ممكن تتحط ما بين دبل كوتيشن الاثنين واحد، ممكن تحط ما بين سنجل وما بين دبل. لو عملت برنت الواي هتطلع الفاليو. لو انا عندي سترينج بس السترينج ده هيتكتب على اكتر من لاين، يعني السترينج ده على شكل باراجراف 2 لاينز او 3 لاينز او 4 لاينز او اكتر من كده، مش هيخلص في لاين واحد. في الحاله دي بنكتمه ما بين تريبل كوتيشن. تريبل يعني 3 سنجل او 3 دبل، يعني تكتب تريبل كوتيشن 3 سنجل كوتيشن في الاول و3 سنجل كوتيشن في الاخر، او تريبل كوتيشن من الدبل دبل 3 دبل كوتيشنز في الاول و3 دبل كوتيشنز في الاخر بالشكل ده. فده كده هيفهم ان هو string بس مش هيخلص في لاين واحد، ده على اكتر من لاين. طبعا لو عملت سنجل او دبل في الحاله دي هيظهر ايرور، لان هو بالنسبه له السنجل والدبل لازم يكونوا على لاين واحد بس. اوكي، في حد عنده اسئله في البوينت دي؟ اوكي. بعد كده الكومنتس. الكومنتس دي حاجه احنا بنستخدمها علشان نكتب كود، او مش كود يعني، نكتب ديسكريبشن معين او ستيتمنت معينه، بس مش للانتربريتر، احنا بنكتبها لينا. ممكن تكون شرح ديسكريبشن بتشرح الستيتمنت اللي احنا كتبناها، او لو حد هيكمل الكود معانا او بعدنا، فاحنا بنكتب زي ديسكريبشن الكود ده عباره عن ايه، او بنشرح فيه احنا عملنا ايه. فالكومنتس في البايثون نوعين: سنجل لاين كومنتس ومالتي لاين سترينج كومنتس. اول نوع اللي هو السنجل كومنتس ده بيكون عن طريق هاش. لو كتبت هاش كل الكلام اللي هيجي بعد الهاش على نفس اللاين انتربريتر مش هيعمل له اكسكيوشن. فلو انت كتبت this is a comment this is a comment كتبت قبلها هاش، فاول ما يلاقي هاش مش هيكمل اللاين ده كله. تاني لاين نفس الكلام، اول ما يلاقي هاش مش هيكمل اللاين ده كله، فده بالنسبه لنا كومنت. الاكزامبل الثاني، انا عملت A و B وحطيت فيهم two numbers وجيت بعد كده قلت هاش declaring له two numbers. فأول ما يلاقي هنا الهاش مش هيكمل اللاين، على الرغم من بداية اللاين عمل execution، بس الهاش بتخلي اللاين بقية اللاين هاشد ما يكملش، ما يحصلوش execution. فأول ما نلاقي هاش كل اللي بيجي بعد الهاش على نفس اللاين ما بيحصلوش execution. طيب تاني نوع اللي هو المالتي لاين ستيتمنت او المالتي لاين كومنتس. لو انت الكومنت بتاعك مش هيخلص في لاين واحد، هيكتب على اكتر من لاين، ممكن تستخدم السنجل كومنت، ان انت تيجي مثلا لو انت عندك 10 لاينز كتبتهم وعايز ال 10 لاينز دول ما يحصلوش execution، تيجي على بدايه كل لاين وتكتب قبليه هاش. او في طريقه ثانيه ان انت تعمل في بدايه البلوك ده تريبل كوتيشن وفي نهايه البلوك ده تريبل كوتيشن. لو عملت الطريقه دي كده انت عملت مالتي لاين كومنت، فكل اللي هيجي جوه التريبل كوتيشن في الاول وفي الاخر ده يعتبر كومنت مش هيحصل له اكسكيوشن. طبعا تريبل كوتيشن سنجل او دبل. في لحد دلوقتي في حد عنده سؤال؟ اوكي. احنا كده يعتبر خلصنا ليكتشر 1، اتكلمنا فيها هيستوري عن بايثون، واتكلمنا عن بايثون فيتشرز، الفرق ما بين الانتربريتر والكومبايلر، البايثون ايدنتيفايرز، الريزيرفد ووردز، اللاين والايدنتيشن، والمالتي لاين ستيتمنتس، والكوتيشن والكومنت. تمام يا جماعه، ممكن ناخد بريك 5 دقايق، فاضل حوالي 5 أو 10 دقايق، فاضل حوالي ساعة الا ربع، ولسه في ليكتشر نمبر 2 محتاجين نعملها كفر، فبليز بريك 10 دقايق بس وهنرجع نكمل ليكتشر ان شاء الله.